الساعات الخضراء كما كتلاحظ مقارنه بشحال هذه ما كانش شي تغيير كبير، غير كان ترميم في الجلسات هذيك لاكورت كادوها كانوا اصلاحات، ولكن بالنسبه للمساحات الخضراء ما كانش شي تغيير كبير كما كتلاحظوا. حتى من جهه الفراخ بحال هكا كان واحد الوطيل هنا كان كيشكل بحال الموقع ديالهم، حيدوه ولاو كاملين كيجيو لهنايا لدرجه انك ما تقدرش تريح تماك كراسي تحت المساحات الخضراء. هذا واحد الخطا ما داواش فيه، المهم كما كتلاحظ راه المساحات الخضراء كاينين وما كاينش اللي مريح فيهم، كلشي غادي كتمشى. ها هو الصديق ديالنا راجع عندنا من سطات، حتى هو عطى الراي ديالو في المساحات الخضراء الجديده. السلام عليكم. المهم بالنسبه لي انا وافي جديد، اول مره كنجي للمدينه الجديده، وكما جيت الحمد لله يعني تفاجأت، مناطق خضراء زوينه بزاف ويعني وجميله بزاف. كاين واحد التغيير كبير بالنسبه لي، كاين واحد التغيير كبير شفتو انايا كاين بين المدينه ديالنا حنايا حاليا والمدينه ديال الجديده، وكنتمنى من السكان ديال المدينه الجديده يحافظوا على هذه المناطق الخضراء ويعني يشلاو فيها، حتى هما اللي كيكون عندهم الدور كبير، هما اللي عندهم الدور كبير باش يحافظوا على هذه المناطق. وكما كتشوفوا كاينين هنايا مجموعه من الطيور ويعني رائع رائع هذا المكان هذا الصراحه. عشان الشيء ما بقاش كيف ما كان صراحه شحال هذه، كنا شنهبطوا هنا البارك كذا الزرده عشان خلقوها بنادم داير السيرك العاب، هذاك الشيء ما بقاش صراحه. ولا دابا شي كتجي لنا كتلقى بنادم شاد الميكا زواناج كذا، والله ما بقاش شي حاجه في الرب، والاخص ملي يدخل البراني في الصيف. كنتمناو يتزادوا شي اغراس وشي بعد النباتات، ومن الاحسن تزاد الدنيا شويه باش تزين مدينه الجديده ديالنا. نوعا ما غير كافيه لان كاين الاكتضاد هنايا في جديده بحكم انها مدينه سياحيه ومدينه كيجي لها بزاف ديال الناس هنايا. انا كنعتقد انها المساحات الخضراء غير كافيه. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.